نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة 3 دورات تدريبية ل 120 متدربا من الكوادر الأمنية، ومثل المتدربون 19 دولة أفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وعلم الأدلة الجنائية. من منطلق الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها في شتى مجالات العمل الشرطي لامتلاكها الخبرات الفنية والتدريبية المشهود لها بالكفاءة والتميز، نظمت وزارة الداخلية 3 دورات تدريبية ل 120 متدربا من الكوادر الأمنية يمثلون 19 دولة أفريقية، حيث اطلع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتنظيم هذه الدورات بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. رفع كفاءة هذه الكوادر الأفريقية هو مهم جدا في إطار الدور اللي بتقوم به مصر في مساعدة هذه الدول على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الدورات التدريبية 3 تضمنت برامجها جانبا نظريا علميا شارك فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الدورات، والتي تشمل مكافحة الإرهاب وعلم الأدلة الجنائية. تلقينا بالأكاديمية مجموعة من المحاضرات العلمية فيما يتعلق بالأدلة الجنائية وعلومها، والتي شملت على محاضرات في علوم البصمة الجنائية وتحقيق الشخصية. We did a criminal investigation which is 3-4-4. We did some practical training how to lift fingerprint. We also won the crime scene. كما شهد الجانب التدريبي من الدورات إتاحة الفرصة للمتدربين للتطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المجهزة بأحدث التقنيات الأمنية التدريبية لكي تحاكي الواقع الأمني المعاصر. C'est une phase qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses parce que nous avons évolué dans plusieurs secteurs de l'activité contre le terrorisme et ça nous a permis de grandir, d'avoir un plus professionnellement afin que nous puissions aller dans nos pays différents et implémenter cela sur le terrain. I learn a lot. I experience a lot. Things which I was not knowing before. ونظم مركز بحوث الشرطة احتفالية في ختام فعاليات الدورات التدريبية تم خلالها توزيع شهادات التخرج للمتدربين وتكريم المتميزين منهم، حيث أكدت الكوادر الأمنية الأفريقية على تقديرها للدور المصري الكبير في دعمهم في كافة المجالات لا سيما الأمنية، وأشادوا بإمكانات مصر الكبيرة في مجال التدريب الأمني. تلقينا في هذه الدورة الكثير الكثير وعرفنا الكثير عن أكاديمية الشرطة التي تفاجأنا بأنها يعني بها كوادر ذوي احترافية عالية جدا جدا في تعاملاتهم مع التدريب. Nous ressortons aguerris de ce stage et pouvons rassurer nos instructeurs et les responsables de l'Académie de police que nous serons leur devancier auprès de nos collègues RSE auprès des pays et afin de leur transmettre cette formation et de pallier à tout ce qui est attaque terroriste qui menace nos États ce jour. Et l'ensemble des stages nous a donné des connaissances capables aujourd'hui d'agir et d'œuvrer sur la scène des crimes. Donc nous sommes très satisfaits de ces stages et nous disons merci à la République arabe d'Égypte. Donc que vive l'Égypte, que vive l'Afrique. وتأتي هذه الدورات في إطار حرص مصر على دعم أشقائها على كافة الأصعدة، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في هذه الدول.